عاجل، البحوث الفلكية المصرية تكشف عن أول أيام عيد الفطر المبارك. إليكم التفاصيل. كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد عيد الفطر المبارك لهذا العام 2024، موضحا أنه وفقا للحسابات الفلكية سيحل أول أيام العيد يوم 10 أبريل نيسان المقبل 2024، وهو قرة أول شهر شوال 1445 هجريا، وأن شهر رمضان هذا العام سيكون 30 يوما، وأنه سينتهي يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل المقبل. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، نتمنى أن تكونوا قد استفدتوا. لا تنسونا في نهاية الفيديو باللايك والاشتراك في القناة. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.